تشهدوا بأن كل أعمال الدين سير إلى الله، سفن تحملك إلى رب العالمين، إلى رضاه جل وعلا. أسرع هذه المراكب الصيام، هو السريع فيهم، أسرعها جميعا. ولذلك قلت هو براق الأوراد، يعني كل واحد ركب على شيء عمل من الأعمال، يعني بحال واحد ركب على عود، واحد ركب على جمل، واحد ركب على البراق، يطوي يعني كيمشي بحال سرعة الضوء كما يعبرون اليوم في الفيزياء المعاصرة. ولذلك تلاحظون ما رتب الله جل وعلا من الأجر على الصيام الفردي والندبي شيء غريب. يعني صيام يوم عرفة، يوم واحد في السنة، يعني يغفر الله به ويكفر خطايا سنة سابقة وسنة لاحقة، وأشياء عجيبة. يعني نهار واحد كيف تضي مع واحد العام سبق وواحد العام جاي، وكذلك ما يشبهه في صوم يوم عاشوراء، وفي يعني كل ما ثبت من سنة صومه ندبا ونافلة أو وجوبا إلا وتجد ما رتب عليه من الأجر عجيبة. يعني كشي غريب، ما يعني إذا قارنت النتائج مما يعني بشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين في صوم هذا اليوم أو ذاك مما ثبت في السنة وصح في الحديث، وقارنت هذه النتائج التي رتب الله بها الأجر على العبد للعبد بالنتائج التي يعني تحصل عليها ب يعني بذكر كذا وبقول كذا وبفعل كذا وبعمل كذا، صحيح الأعمال كلها يعني هائلة، ولكن الصيام كيغطي عليها كاملة، يعني أسبقها وأعمقها. لما قلت؟ لأنه الأسرع والأعمق في صناعة حال التبتل والانقطاع إلى الله، لأن كل الأعمال يعني سهل كيدخلها الغرور، وسهل يدخلها الرياء والسمعة وحب الذكر، إلا الصوم فإنه صعب جدا أن يدخله هذا، لأنه حقيقي يعني الصوم وخايبا بلان وراسين، ولكن في نهاية المطاف هو حال بين العبد وربه، لأنه كيمكن لك تكون صايم الصباح والصائم أمير نفسه، يبان لك في الظهر ولا في العشية تفطر أنت فطرت، ولكن مع ذلك تبقى مصرا على انقطاعك إلى الله جل وعلا حينما يكون الصوم بشروطه، طبعا كما سنبين بحول الله الشروط ديالو التربوية ماشي غير الفقهية. فهذا شيء عظيم. حتى واحد ما كيلزمك من تدخل البيت ديالك وتكون بوحدك أن تشرب ماء أو أن تأكل طعاما أو أن تتغدى أو أن تتعشى أو أن إلى آخره، كل ذلك يعني لا يلزمك أو لا يمنعك أحد عنه إلزاما، ولكنك أنت تختار أن يكون يومك ذاك لله، كدير هذا الخيار وهذا الاختيار، أن يكون يومك ذاك لله. أنا إذن أحوال الإيمان تتنزل عليك بمن قطعت لله جل وعلا، فالله جل وعلا سبحانه وتعالى يرفع إيمانك ويزودك بواردات نورانية قد لا تنتبه إليها إلا بعد أن تشعر بفرحة الفطر وأنت تفطر وتقبل على تلك النعمة، مهما بسطت ومهما قلت تجد لها من الحلاوة واللذة ما لا قبل لك به. سبحان الله العظيم.